مساكم الجميل. ينطلق لكل بقعة من أرضنا ذكرى بارقة رابطها المكان والزمان في آن واحد، وتبقى بذاكرتنا روح المساء وإنسابية لفظه وجمالية هدوءه. ومن خلال أركان الحديث نتسامر حول مائدة مجتمعي، فحياكم الله مشاهدينا في هذا المشوار وهذه الحلقة الجديدة من حديث المساء. في كل ذكرى تكتب وتدون إرشيف يجمع الصورة والوصف، والشعور يبقى مختزلا في من عاصر الظرف زمانا ومكانا. في كل اثنين لنا من لغات الود أرفعها، ومن سحر البسمة أجملها، ومن رحيق الفائدة أنفعها. من هنا مشاهدينا نمسي عليكم بالخير، ويهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامج حديث المساء. ومساك الله بالخير يا عمر. أسعد الله مساك يا عاشة. أسعد الله مساك. كيف أمسيتي؟ الحمد لله. إجازة نهاية الأسبوع على ما أعتقد كانت كثيرة بإعطائك الطاقة اللي تين فيها ببداية الأسبوع. أكيد يا عمر، يعني نحن دائما نحتاج هذه الإجازة البسيطة، إجازة نهاية الأسبوع. بعيدة عن المثالية عاشة. نجدد فيها طاقتنا، نجدد فيها حيويتنا، بحيث أن نحن نبتدي أسبوع طويل كلنا طاقة وكلنا نشاط. يا سلام، وهذا دليل على أنك إن شاء الله راح تكونين في إجازة في الفترة القادمة. حسدني الحين بيلغونها. أكيد إن شاء الله يدورك يا عمر تطلع إجازة وترتاح فيها. إن شاء الله. المساء الجميل دائما ما يبدأ بابتسامة عاشة، وأكيد الابتسامة لازم تكون لها مساحة، وهذه المساحة دائما ما تنطلق من عواطفنا وقلوبنا، ونتمنى بأن نحن نكون اليوم شركاء لهذه الابتسامة وهذه السعادة مع كل مشاهدينا لهذا اليوم من منصة حديث المساء. واليوم مثل ما عودناهم عندنا الكثير من العناوين والكثير من الفقرات اللي إن شاء الله راح نتجول ما بينها ونعطيهم كل ما هو مفيد وممتع بنفس طبعا الوقت. بعد المقدمه اللي فيها ايجابيه وفيها فلسفه عمر، هاي فقره الفلسفه كل ثلاثة انت اليوم هالاسبوع جدمتها خليتها كل اثنين. احنا لازم نسوي هاشتاج على هذه الفقره، نحط هاشتاج فقره فلسفه منو ان شاء الله عمر. يا سلام يلا عمر، نصير نعرف مشاهدينا باهم العناوين اللي بتكون في صحيح. حلقتنا لليوم طبعا عاشة ايضا نبتدي مع مشاهدينا في عنوان الاول، وهو مهرجان شيص الترفيهي ينطلق بنسخته الثالثه. مهرجان شيص الترفيهي من المهرجانات المميزة وفي نسخته الثالثة، فأكيد في أشياء جديدة، في أشياء مميزة وفعاليات جديدة في هالسنة بنتعرف فيها مع مشاهدينا في فقرة الأوسمة يا عمر. صحيح. وأيضا أقوى وأكثر منصات التواصل الاجتماعي. طبعا منصات التواصل الاجتماعي على ما أعتقد لكل منها قوة في نعم. مرحلة معينة أو على حسب استخدام هذا الشخص، واليوم راح نكشف مع ملك مسعود أهم وأقوى المواقع للتواصل الاجتماعي في هذا المساء يا عاشة. أكيد يا عمر ما بتقصر، هي بنعرف من خلالها عن أهم التطبيقات الأكثر صحيح. استخداما في هذا الوقت. وأيضا انتقالا لخبرنا التالي، فن الحديث وتأثيره على حياة الفرد. فن الحديث، أتوقع أن الحديث هو أكثر شيء ممكن الواحد يعرف أساسياته ويعرف الإتيكيت فيه، وبيكون معنا الدكتور سعيد الطنيجي وما بيقصر معنا في هذا الموضوع صحيح. بنتعرف على أهم الأسس والقواعد في فن الحديث صحيح. وأيضا بيكون معنا في حلقة اليوم مشاهدينا عادات إيجابية لتحقيق السعادة. السعادة هي مطلب لكل فرد يريد أن يحققه في هذه الحياة وفي كل مناحي ومجالات هذه الحياة وهذه الأرض، ولكن اليوم علينا بأن نحن نعرف ونحسن البحث عن هذه السعادة بطريقتها الصحيحة، ونعرف نعم. وين ممكن نحن نحصل هذه السعادة الأبدية، وهذا المهم بأن نحن يكون عندنا استدامة لهذه السعادة في حياتنا وفي حياة الأشخاص القريبين منا. أكيد كل شخص في عنده أو الأشياء الكثيرة في حياته لو كانت أشياء بسيطة ممكن أنه يتمدد بالسعادة وهو غافل عنها صحيح. بنتعرف أيضا في فقرة سعادة وإيجابية ممكن نسمها، وفقرة إيجابية مع مودة الوزير. أنت دائما تنسين هالفقرة على فكرة. مع مودة الوزير. شو اسم الفقرة؟ اسمها شيء إيجابية مشاهدينا اصبروا علي. شو؟ عادات إيجابية. عادات إيجابية. عادات إيجابية مع الأستاذة مودة الوزير. يا غششت سعيد. سعيد. سعيد قال لي رسالة إيجابية غلط. رسالة بعد غششنا غلط سعيد. إنزين عنواننا الأخير هو طبعاً إحدى أجمل حدائق مدينة كلباء. طبعاً مدينة كلباء لا طالما كانت جميلة بأهلها وسكانها، ولكن اليوم أيضاً من ضمن الخطة التنموية لإمارة الشارقة بأنها نعم. أيضاً توسع المساحة الخضراء في مناطقها وبالذات المنطقة الشرقية نعم. ومدينة كلباء لا طالما كانت أيضاً متنفس للأهالي في بعض الحدائق وبعض الأماكن. يعني نحن بالعادة دائماً كل ما نوصل لهذه الفقرة يا عمر أنت بين قوسين بتشوفون جمالية التقرير طبعاً. بتشوفون الأشياء الإبداعية في التقرير لأن طبعاً. عمر مودنا لهذا المكان، ما راح أقول لكم يا مشاهدينا بنعرفها إن شاء الله في نهاية الحلقة، بنشوف فيها فلسفة عمر اللي نحن تعودنا عليها. شوفي اليوم الحديقة اللي أنا راح أخذهم فيها أتوقع
يعني مكان هادي ومتنفس جميل للي يبغي يسوي رياضة، للي يبغي يجلس جلسة عائلية في المكان، اللي يبغي يستمتع يعني صوت، يعني مكان ينفع للأسرة وللطفل أو لجميع طبعًا. أفراد الأسرة أنهم يستمتعون ويقضون أوقات جميلة وميزة صحيح. في مكان واحد، ومساحته 19 ألف متر مربع يعني ما خابتني المعلومة وما خابني الظن، ولكن أكيد هذا المكان يعني له ألعاب للأطفال له. حرقنا المكان نحن صح؟ يلا على المشاهدين يفكرون شو المكان يطرشونه على رقم البرنامج على رقم البرنامج. طيب عاش الآن ننتقل مع مشاهدينا إلى طبعا عنوان الحلقة، وبتأكيد حديثنا اليوم راح يكون عن التسامح مع النفس. نعم، والتسامح مع النفس على ما أعتقد يجب أن يبدأ بعواطفنا وعقلياتنا، يجب أن نكون متسامحين مع أنفسنا لكي نكون متسامحين مع الأشخاص الآخرين إن كانوا موجودين معنا في العمل أو في البيت أو حتى في حياتنا المجتمعية. وبما أن جاء عام 2019 هو عام للتسامح، فبتأكيد هذا يلخص معاني كثيرة وقيم نبيلة يريد أن يزرعها هذا الوطن في نفوس كل من يعيش على أرضه. أكيد يا عمر، يعني التسامح صفة لازم كل الناس يتصفون فيها ويمشون فيها في حياتهم. نحب نتكلم في حلقات جاية عن التسامح، عن عام التسامح. حلقة الخميس عاشر راح تكون إن شاء الله. إن شاء الله هي بنتكلم فيها عن عام التسامح، واليوم نحن موضوعنا هو التسامح مع النفس. صحيح. قبل نتكلم عن التسامح مع النفس عمر، لازم كل شخص يعرف نفسه في البداية، يعرف قدراته، يعرف إمكانياته، يعرف الأشياء اللي هو ممكن ينجز فيها أو يبدع فيها، بحيث أنه إذا نحط في مكان أو نحط في موقف وفشل هني راح يشتغل العتب مع النفس ويلوم نفسه، فلو دخل في هذه الدائرة بيدخل في مشاكل نفسية. فنحن دائما نقول للمشاهدين عرفوا نفسكم، قدروا نفسكم، دائما خلوا بينكم الواحد يتواصل مع نفسه، يتواصل مع ذاته، لأن التسامح مع النفس هو قد يكون سبب من أسباب الاستقرار النفسي. صحيح. فالواحد قبل يدخل في مشاكل نفسية كبيرة يبدأ بينه وبين نفسه يسامح نفسه، يمشي مع جميل. مبدأ التسامح مع النفس قبل يدخل في مشاكل مع الآخرين وبعدها ما يقدر يسامح الآخرين فيدخل في مشاكل أخرى. طيب من الأمور المهمة والجديرة بالذكر في هذا الموضوع عاشة بأني قبل فترة بسيطة من الآن قرأت معلومة جدا جميلة. نعم. وهي تتكلم عن الحديث مع النفس حتى بصوت يعني مسموع، ويقول لك أيضا في بعض الدراسات لإحدى طبعاً عالمات النفس وأتوقع اسمها ترينتو أو بهذا القبيل، قالت بأن الحديث مع النفس وبصوت مرتفع يعني مو بشرط يكون هو دليل على الجنون، وإنما يمكن يكون هو تصالح مع النفس، تسامح مع النفس بما يريد النفس، مصالحة نفسه إن كان مع قلبه أو عقله أو أي شيء آخر. فبالتالي اليوم نحن نحاول بأن نحن نتسامح مع أنفسنا، نتسامح مع ذاتنا، وهذا اللي راح يخلينا ننتشر ونصدر هذه التسامح إلى الأشخاص المحيطين. حلو أن كل واحد بنهاية يومه يقعد يحاسب نفسه شو سوى شو ما سوى، هل هو راضي عن نفسه بهذا اليوم، وإذا ما كان راضي عن نفسه يحاول في اليوم اللي بعده يسوي بعض الأمور اللي تخليه راضي عن نفسه. فكل إنسان له أسلوب وله طريقة في أنه هو يحاسب نفسه أو أنه يكون في تواصل مع نفسه وذاته. فبخبر عمر أو أسأل عمر، كيف تتواصل مع نفسك؟ كيف تحاسب نفسك؟ والله شوفي، اللي بيجاوب على هذا السؤال هو أنت، لأنك ما شاء الله أنت قدمتي لنا برنامج ولا زال يعرض على قناة الشرقية وهو برنامج ذات. برنامج ذات. وهذا البرنامج ما شاء الله كان يتناول مواضيع عدة ومن ضمنها التصالح والتسامح مع النفس، يعني أكيد ثراء حقيقي ممكن نستفيد منه، وأيضا من خلالك من خلال المعلومات اللي أنت اكتسبتيها أيضا من هذا شوف البرنامج. عمر، مثل ما ذكرت أن الواحد في البداية يعرف نفسه أو الواحد لازم يكون مقدر لنفسه ويعرف قدراته ويعرف الأشياء اللي هو ممكن يعملها، بحيث أنه مثل ما ذكرت لك إذا نحط في موقف معين وهو ما قادر أنه ينجز أو قادر يعطي، فبالتالي راح يلوم نفسه. صحيح. راح يعاتب نفسه. فالإنسان قبل لا يوصل لمرحلة العتاب أو مرحلة أنه يلوم نفسه يكون عارف نفسه وين يحطيها. صحيح. أن الواحد لازم يكون عارف نفسه. فحبوا نفسكم بحيث أنه تقدروا تتعاملون مع نفسكم. أنا باعتقادي عاشة وأخيرا ما نقدمه في هذا الموضوع وفي هذا النقاش، بأن الإنسان يجب أن يكون متصالح مع نفسه من خلال أفكاره وقناعاته وأولوياته وحتى اهتماماته. نعم. في بعض الأحيان نحن نهتم بأمور كثيرة جدا ويكون عندنا منطقة الخوف. منطقة الخوف هذه دائما ما تسبب لنا عدم الثقة بالنفس. صح. وعدم الثقة بالنفس دائما ما تخلينا نتجه بأنظارنا إلى أشخاص آخرين، وهذا اللي يسبب عندنا نقص كبير جدا في داخلنا بما نمتلك من مهارات من قدرات. يجب أن نؤمن تماما بأن الإنسان ولكل فرد يعيش على هذا الكوكب أو على هذه الأرض هو يمتلك قدرات، يمتلك مواهب،
يمتلك مهارات تخليه قادر على وضع بصمة خاصة فيه. نحن اليوم ما بحاجة إلى شخص شبيه إلى شخص آخر، بالفعل. نحن بحاجة إلى كل شخص يتفرد بأعماله وبقدراته، يترك له بصمة ينذكر صحيح. فيها صحيح. من بعد ما تناقشنا بموضوع حلقتنا واللي هو التسامح مع النفس، راح ننتقل مع مشاهدينا لفقرة الأوسمة. الكثير من الأوسمة والأخبار تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا، ونحن اخترنا لكم من هذه الأوسمة مهرجان شيص الترفيهي الذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي من عدة أيام بنسخته الثالثة وسط مشاركة واسعة من الدوائر الحكومية وحضور جماهيري كبير. صحيح، طبعا تضمن حفل الافتتاح المهرجان العديد من الفقرات الاستعراضية والتراثية وفقرات حية لعدد من رياضات الدفاع عن النفس، وبمشاركة طبعا حاشدة لمنتسبي الأندية والرياضة من مختلف أرجاء الشارقة. والنسخة الثالثة من المهرجان كانت تركز على تعزيز وإبراز الموروث ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، وأيضا يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والرياضات مثل كرة القدم والدفاع عن النفس ولعبة الشطرنج وأيضا صيد الصقور. وأيضا يوضح المهرجان بأن حكومة الشارقة وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، لا تدخر جهدا في سبيل طبعا نشر الفعاليات الهادفة في مختلف أرجاء الإمارة، سعيا منها في تحقيق السعادة لعموم المواطنين. طبعا مثل ما ياسين نشوف مع المشاهدين عمر بعض اللقطات لمهرجان شيص في نسخته الثالثة، نشوف انه كان في حضور كبير والكثير من الدوائر والجهات الحكومية مشاركة. غير هذا في فعاليات كثيرة متنوعة، عندك الدفاع عن النفس ولعبة الشطرنج يا عمر الى جانب كرة القدم. صحيح. فأتوقع أنه أيضا يا وقت مناسب أن إحنا الحين الطلاب عندهم إجازة طبعاً. نهاية الفصل الأول، فأتوقع أن هذا المكان راح يكون مكان ممتع بنفس الوقت مكان مفيد لهم يا عمر. يا سلام، طبعا هذا المهرجان يوثق أجمل البرامج والفعاليات اللي يستفيد منها الأهالي وكل الحضور. نعم. طبعا تم افتتاح هذا المهرجان بحضور العديد من المدراء والمسؤولين في المنطقة الشرقية، وكان له أيضا أثر كبير على كل الحضور وحتى الأسر المشاركة في هذا المهرجان. نتمنى التوفيق لكل من قام على هذا المهرجان وكل الفعاليات القادمة أيضا في المنطقة الشرقية، واللي يستفيدون منها الأهالي بكل تفاصيلها. بالضبط يا عمر، مكان راح يفيد الأسرة وراح يفيد الطفل، فيه الكثير من الفعاليات، منها فعاليات ترفيهية وتراثية ورياضية. أتوقع أن هذا المهرجان بيكون مهرجان شامل، وراح يقضون فيه إن شاء الله الأسرة وقت جميل ووقت ممتع. صحيح. طبعا الآن مع مشاهدينا ننتقل إلى فقرتنا التالية، العجائب والغرائب. هذه الفقرة اللي دائما ما نستمتع فيها ونحصل فرصة للترفيه عن النفس ونحصل تنفس أيضا، نطلع من خلاله عن الجو العام والروتيني. شو تتوقعين اليوم عاشة؟ أتوقع والله يا عمر أنا صديت هني ما شفت فيديو، فأتوقع أنت ما جاي الفيديو اليوم، ولا بالعادة أنت من تتكلم ينزل الفيديو. طيب هو أنت عرفتي وقالوا لك أني أنا ما جاي الفيديو، ولكن أكيد اليوم اللي عندي فيديو أو ما عندي فيديو، طبعا عندي خبر عجيب، ويقولك في شركة خصصت 100,000 دولار لمن يعيش من دون هاتف ذكي لمدة عام. وتفاصيله، نظمت الشركة الأمريكية مسابقة غريبة من نوعها، إذ يفوز من ينجح في الابتعاد عن هاتف الذكي لمدة سنة كاملة بمكافأة تصل إلى 100,000 دولار، وذلك للشخص الواحد الذي سيستطيع النجاح في هذا التحدي الذي يجده معظم الناس صعبا. وأنت طبعا يا عزيزي المشاهد راح تحصل أيضا هذا الأمر اللي ممكن يخليك تتحدى نفسك بالتنازل والتخلي عن الهاتف الذكي. أنت بالنسبة لك عاشة كيف تشوفين هذه المنافسة؟ هل ممكن تنجحين فيها؟ يجيب 100,000 وأنا أقول لك 100,000 إذا دولار؟ أنجح ولا ما أنجح. 100,000 دولار ولا درهم تبغين؟ طبعاً الدولار أبا، وأنا بحاول الدرهم بعدين. أتوقع أنه بيكون شيء صعب. تقدرين؟ والله أنا بحاول بس ما أظن سنة كاملة. وأنت في مجال الإعلام؟ هو سنة كاملة؟ سنة كاملة صعب. إيه حتى قصدون الفترة ما يستوي؟ ما في، أتوقع في 6 شهور؟ في 6 شهور، في اختيارات، شوفي يعني حاطين لك اختيارات ويحطوا لك الشيء اللي يناسبك. انت ما اظن شهر تقدرين الحين عشان. اكيد تشوف اذا في بديل اقدر انا استخدمه غير الهاتف، ممكن اني انا اجرب وادخل هذا التحدي. ممكن. فهو في بديل ولا ما في بديل؟ والله شوفي ما في بديل للهاتف الذكي، ولا حتى تستخدمين الـ الواح الذكية ولا اي الواح ذكية.
فقط على الهاتف البداية اللي تتصلين و احس انه شيء وايد صعب. صعب؟ ما ادري، انا اتوقع في مجال الاعلام صعب. خاصة اذا نحن يعني في اغلب يومنا او اغلب شغلنا وامورنا هي على الهاتف الذكي. صح. فاظن هو وايد صعب وما حد راح يفوز في هذا التحدي. جميل. ما ادري، انا اتوقع لو حطوني في هذه المنافسة راح اطلب اجازة سنة كاملة. اقعد فيها في البيت بدون ما تطلب اجازه سنه كامله وانت ما عندك هاتف ذكي، بتموت من الملل عمر. عيل داوم وخلي وقتك يمر وتنسى التليفون. ترى المشكله مشكله التواصل. ولكن انا عندي سؤال يعني حيرني صراحه وما حصلت له اجابه. هم كيف راح يراقبون الناس بانهم ما استخدموا الهاتف؟ يمكن انا في البيت أكيد استخدم. لا، هم ما بيون بيعطون الجائزه الحي الله واحد ما يعرفون اذا يعني اعطيني استراتيجيه معينه يمكن راح يراقبون فيها الناس. يمكن يكون في مكان معاهم، والله ما ادري عمر. يعني راح اقعد سنه في نفس المكان اللي يراقبوني فيه. بنفكر بنشوف هم ما ادري، خلي هذا التوقع للمشاهد. يمكن يكون عنده طبعا تفكير معين في كيفيه مراقبه هذا الفرد اللي يقبل التحدي بالتنازل عن الهاتف الذكي. نعم. لمدة عام أو لمدة 6 أشهر. أنا بخليك تفكر مع المشاهدين بالحلول اللي وضعتها هذه الشركة، وبنتقل مع المشاهدين إلى مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا مشاهدينا تشوفون في الفترة الأخيرة تزداد أعداد مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي اللي نحن نستخدمها في حياتنا في ظل هذا التطور التكنولوجي اللي نحن نشهده. واليوم ملك مسعود بتعرفنا على أكثر وأقوى هذه المنصات استخداما، خلونا نتابعها. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في فقرة جديدة من فقرات ما لا تعرفونه عن مواقع التواصل الاجتماعي من خلال برنامج حديث المساء. اليوم سنتحدث عن أكثر وأقوى مواقع التواصل الاجتماعي استخداماً حول العالم. في البداية سنتكلم عن الفيسبوك، فقد بلغ عدد مستخدمي موقع وتطبيق الفيسبوك إلى أكثر من 1 مليار شخص حول العالم، وهو ما يغطي أكثر من 91% من العالم، وهذا يجعل الفيسبوك أكبر دولة افتراضية على شبكة الإنترنت. يزداد عدد مستخدمين الفيسبوك كل دقيقة، وهذا ما يجعله من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية بلا منازع. وننتقل الآن إلى تويتر الذي يحتل المركز الثاني بعد موقع الفيسبوك. فمنذ تأسيسه أصبحت التغريدات أحد أهم مصادر تناقل الأخبار والمعلومات والخطابات الرسمية بين الأشخاص، وساهمت أيضاً خاصية الهاشتاج وهي من أشهر الخاصيات على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد أشهر وأكثر المواضيع تداولاً بين الناس. أما اليوتيوب فهو بلا منازع الأول في مجال مشاركة الفيديوهات القصيرة والطويلة، فأصبح بإمكانك استخدامه بدل من التلفاز العادي، وذلك لاحتوائه على قنوات متنوعة من كل العالم وبكل اللغات. وأصبح أيضاً بإمكانك استخدام خاصية البث المباشر ومواكبة آخر الأحداث التي تحصل في العالم. وأغلب القنوات الفضائية في الوقت الحالي أصبحت تملك حساب على اليوتيوب وقناة خاصة بها تحتوي على جميع برامجهم اليومية. أما تطبيق الإنستغرام فيحتوي على أكثر من 1 بليون مستخدم نشط شهرياً، ويعتبر أيضاً من أقوى وأشهر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم. استعرضنا معكم اليوم أهم وأقوى مواقع التواصل الاجتماعي وأكثرها انتشاراً. أما بالنسبة لكم، فما هي المواقع والتطبيقات التي تستخدمونها بكثرة؟ يلا عمر يتريال، انا اسال ويتريال وانا اتري ويسال. طيب انا بسالك، بما ان طبعا ملك مسعود ما قصرت باقوى منصات التواصل الاجتماعي، انا بسالك انت بالنسبه لك عاشة كلهم استخدمهم عمر، اقوى موقع اللي تستخدمينه اكثر عن غيره؟ انستغرام. والله انا ما اعتقد بان حاليا فعلا انستغرام هو اللي مسيطر على ساحه مواقع التواصل الاجتماعي، وان شاء الله تكون استخدامات جيده لنا وايضا لكل المشاهدين. وانت عمر شو اكثر تطبيقات اللي تستخدمها؟ والله انا تقريبا نفسك الانستغرام، ولكن يعني بمقابله السناب شات، يعني في مقارنه ما بينهم، دائما في تنافس ما بين سناب شات وانستغرام، واللي دائما منافستهم تخدم المستهلك بالنهايه بانه يحصل. معني انا اشوف استخداماتهم نفس الشيء يعني تقريبا، ولكن انا اتوقع انستغرام بالنسبه لي متوسع اكثر. هو افضل فعلا. هو افضل يعني يعطيك خيارات اوسع
ويعطيك حريه في كيفيه استخدام هذا التطبيق. انزين، ونحن بعد ما تعرفنا مع مشاهدينا عن المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي الاكثر استخداما مع الملك مسعود، بنظهر معاكم مشاهدينا الفاصل قصير. على فكره الفاصل المفروض انا اطلع عاشه. يلا فاصل قصير، لان سعيد قال لي عمر اطلع فاصل، انت سبقتيني وطلعتي الفاصل. انزين، يلا فاصل قصير انت كمل ونتواصل معك. إذن مشاهدينا، ومن بعد عودتنا من هذا الفاصل نتحدث عن فن الكلام وتأثيره على حياة الفرد. طبعا ننطلق بالجمل والحروف، فمنا من يحسن جذب الآخرين والصيد الإيجابي في شباك المتحدث، وبعضنا لديه من سنارات الصيد الغليظة والتي يجعل منها جرح لقلوب المتلقين. بالتأكيد عندما نتحدث عن فن الكلام فإننا نقصد عذب الحروف والتي مزجت بأدب القبول وكاريزما التأثير. يسعدنا مشاهدينا نرحب بالأخصائي الاجتماعي ومدرب التنمية البشرية الدكتور سعيد الطنيجي. مساك الله بالخير دكتور. الله الخير والنور، بارك الله. يا مساء النور والسعادة والتسامح مشاهديكم الكرام. يا مرحبا بك دكتور. اليوم نتحدث عن فن الحديث. نعم، ويعني اليوم نطلق على الحديث أو على الكلام لقب الفن. نعم. هل يعتبر فعل الحديث هو فن؟ طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلنا نحول الحديث إلى الحوار. جميل، لأن كل حديثنا كل كلامنا هو حوار، بين إما أن يكون بيني وبين نفسي وإما أن يكون بيني وبين الآخر. يا سلام. أيا كان هذا الآخر. لذلك هو فن الحوار. جميل. حلو. كيف يمكن أن أتقن هذا الفن بين نفسي وبين الآخرين؟ دائما يقال أنك لن تتقن أي شيء في الحياة إن لم تتقنه مع نفسك. مع نفسك. طبعا. فلذلك إذا ما كان عندك القدرة أو الفن في الحديث مع نفسك والأخذ والعطاء مع هذه النفس، لن تستطيع أن تتجاوب مع الطرف الآخر. يا سلام. هذه قاعدة مهمة جدا. لماذا؟ لأن كل ما تطبق على نفسك يخرج لا إراديا في التعامل مع الطرف الآخر. حلو. بمعنى إذا كنت أنت مرتاح نفسيا ودائما تحدث نفسك بأنك إنسان إيجابي وبأنك تستطيع أن تخرج الكلمات الطيبة، هذا الحديث الإيجابي مع النفس طبيعي أن يخرج بشكل إيجابي على الطرف الآخر. جميل. طب اعكس، أنت قاعد تقول لنفسك أنا ما أقدر وما عندي كلمات وما أقدر أني أتحاور مع الطرف الآخر، طبيعي انك مع الطرف الاخر مع الاخرين بنفس الطريقه ونفس الاسلوب. يعني الحين نقدر نقول في اتيكيت لفن الكلام مع النفس وفي اتيكيت اخر لفن الكلام مع الاخرين. نعم. نتعرف على اهم الاساسيات دكتور. جميل جدا، في قاعده جميله جدا يسمونها سالب موجب. شو هذه القاعده؟ فرضا اللي امامك هذا انسان سالب كلمك بغلظه. جميل. شو المفروض ارد عليه؟ موجب. ها، إذا رديت عليه بموجب بالتالي هو شو راح يصير؟ نفس الشيء، موجب. فاتفقنا موجب وموجب. ممتاز. الآن أستطيع أنا أن أكون سالب بما أريد أن أوجهه للطرف الآخر. لكن من فن الحديث في البداية أني لازم أول حاجة أخلي اللي أمامي إنسان إيش؟ موجب. موجب. طب نعطي مثال بسيط أساس الناس يفهمون شو يعني سالب. مثالك أتمنى يكون مثال حي. كيف يعني سالب وموجب؟ جاء شخص مثلا رمالك حاجة معينة أمامك. ممتاز. قال لك يا أخي قم افعل الشيء هذا. أنت هذا التصرف هذا عمل سلبي منك. صح. طيب لو قلت له يا أخي أنت ليش تعاملني بهذه الطريقة؟ ليش رميت الشيء أمامي؟ ممتاز. أصبحت سلبي مثله. لكن لو هديت وقلت له يا أخي بارك الله فيك، يعني لو عملت كذا وكذا كان أفضل لي ولك، بيصير هو إيش؟ يهدى، يستوي موجب مثلك أنت. ممتاز. لذلك هو فن، هو ليش سموه فن؟ لأنه مش أي إنسان يقدر يطبقه أو يتقنه. ليه؟ لأن النفس جبلت على أن أعاملك بمثل ما تعاملني. صح. عاملتني بغلظة. جميل. النفس جبلت أني أعاملك بغلظة. إذن أفهم كلامك دكتور بأن اليوم نحن نطلق على الحوار فن، لأن الفن هو يطلق على كل شيء جميل. نعم. والحوار يجب أن يكون جميل، لذلك صحيح نطلق عليه اسم الفن. صحيح. يعني أبا أخذ بعد أحد الأمثلة الحية دكتور. جميل. بما أن نحن قاعد نأخذ أحد الأمثلة، أبا أتكلم عن طبعا أنا وعاشة. أيه؟ بما أن عاشة سلبية. أنا موجب التسالف أكيد. لا شوف، بما أن عاشة دكتور سلبية وهذا يعني واضح على الشاشة، واضح بأنها دائما هذه الطاقة السلبية وأنا أحاول بأني أكون موجب. أيه. هل هناك توافق ما بين السلبي والإيجابي في بعض الأحيان لخدمة شيء معين؟ داني أسألك أولا هذا السؤال. من أنت لتحكم على أنها سلبية؟ طيح فيه دكتور. أنا آسف دكتور على السؤال. طيح فيه دكتور. ترى لا، أنا أريد أن أصل إلى نقطة.
كثير من الأحيان ترى بعض الناس يعطي الحق لنفسه بأن يحكم على الآخرين. ممتاز. ولكن لو سألت نفسك من أنت، من تكون، أيا كانت صفتك. ممتاز. نختلف لنتفق. بس اسمح لي بس. أيا كانت صفتك. من أنت لتحكم على الناس؟ نعم. لماذا تحكم عليهم؟ ممتاز. ولما تحكم عليهم وكيف تحكم عليهم؟ ممتاز. لو سألت على لو جاوبت على هذه الأسئلة بتجد أنك أنت أخطأت في حق الآخرين. نعم. طيب أنا جاوبت. أنا أتكلم عن الحكم السلبي. ممتاز. نعم. ولكن أنا يمكن أحكم على الشخص اللي أمامي إن كان إيجابي أو سلبي. أنت ليش على أساس المحور؟ المحور دكتور سعيد عطانا عطاك ثلاث أسئلة رد على الأسئلة. أنا قاعد بجاوب الحين بجاوب. أنا أحكم على أساس إني أنا أعرف كيف أتعامل معه. أنت ذكرت من شوي بحديثك دكتور بأن نحن لازم نقابل المقابل السلبي بشيء إيجابي، فبالتالي أحكم إذا كان هذا سلبي أو إيجابي، واللي راح من خلاله يعني أشكل ردي إن كان إيجابي أو سلبي عليه. جميل. فمن هذا المنطق أنا أحكم. معناته أنت لا تشكل شيء سلبي. أنت الآن لما تقول له أنت إنسان ما تعرف تتكلم، هذا روحه سلبي أعطيته، صح ولا لا؟ أنت أعطيته الآن حكم أو أعطيته ردة فعل سلبية. صحيح. طب بالتالي شو راح يكون معاك هو؟ طبيعي بكون سلبية. طبيعي بيحكم عليك بيقول لك لا إيجابية. أنت سلبي، صح ولا لا؟ أنا إيجابي أمشي ووزع موجة. لذلك ليس ما هو فن انتقال، لأن مثل ما قلنا أن الإنسان قد يحكم من المواقف اللي أمامه، وهذه من أكبر الأخطاء. عطاري هذا الموضوع دكتور، يعني نحن في حياتنا اليومية ممكن أن نحن نتعرض لبعض الأشخاص اللي دائما يستخدمون يعني الأساليب اللي نحن ما تعيبنا، أو بعض الكلمات الجارحة أحيانا بيكون بطريقة أحيانا بقصد أو بدون قصد. نعم. فنحن كيف نتعامل مع هذه الطريقة؟ كيف جميل. نتعامل مع هالأشخاص؟ الله سبحانه وتعالى عطانا قاعدة في الدين في القرآن الكريم، قال والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله. من هو الجاهل؟ من هو الجاهل؟ هل وصف الله سبحانه وتعالى بمواصفات معينة نفهمها؟ أبدا. الجاهل كل من لا يعرف فن الحديث. ممتاز. سواء فن الحديث أو فن التعامل. جميل. هذا يعتبر جاهل. نعم. طيب إذا أخطأ علي شو أسوي؟ جزاك الله خير. عامله بالإحسان. جزاك الله خير. جميل. نحن في رمضان أنا دائما أكرر هاي الموضوع، في رمضان إذا حد سابنا أو ساب تكلم علينا شو نقول؟ اللهم إني صائم. صح ولا لا؟ طيب ليش ما تكون معانا هذه الكلمة طول حياتنا؟ أي حد سابنا أقول اللهم إني صائم. كثير من الناس يقولون عن شخصيتك ضعيفة لا قلتيها هالشيء. صحيح. صح ولا لا؟ بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يمسك نفسه عند الغضب. جميل. إذن أنت الآن شديد، مش 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 إنسان هين، مش إنسان يعني قد يستهان فيه. الواحد يتحكم بدرجات الغضب عنده. بالعكس، لأنك لما تتحكم في الغضب وفي الكلام أنت أنقذت نفسك وأنقذت الآخر. ممتاز. طيب دكتور، يعني بما أننا نحن نتحدث عن الحوار وعن فن الحوار، اليوم يقال أيضا من ضمن الفنون الحوارية بأني أيضا أختار الشخص اللي أنا قاعد أتحاور معهم. مثل ما قال أحد الحكماء في السابق لما سألوه مع من نتحدث ومع من نتحاور، فجاوبهم قالهم عن نفسي أنا أحاور عالما لأني أدري سأهزمه، ولا أحاور جاهلا لأنه سيهزمني. صحيح. فهذا الأمر على ما أعتقد يعني يتوجب علينا فهم الأمر باختيار الشخص اللي قاعدين نتحاور معه. جميل. المحاورين لهم أربع أصناف، القوي والمتوسط والضعيف والمتقلب. جميل. القوي هذا اللي يحاول يسيطر على الناس ويفهمهم أنه هو الصح وأنتوا خطأ. المتوسط اللي قاعد يضحك على هذا اللي يقول أنا قوي ويحاول يتشبه فيه، هو يضحك عليه بس بيستوي مثله. جميل. هذا متوسط. الضعيف الذي لا شخصية له، يعني مستسلم لأي شيء. ممتاز. والمتقلب هذا هو أفضلهم، بينهم مرة يكون قوي ومرة يكون ضعيف ومرة يكون متوسط، هذا أفضل الناس. عندما يجد ناس أقوياء هو يكون قوي معهم. أيوة. يعني لا يهزم بسهولة ولا يضحك على من هو أقوى منه، بل بالعكس يسايره. إذن مرن بالحوار. يكون نفسه. بالضبط. ولا يكون ضعيف شخصية. لذلك هذا متقلب الأهواء. هذا الأفضل. هذا الأفضل. هذا الأفضل. الواحد ممكن أنه طيب كيف ممكن أنا أقابل القوي؟ نعم. أنا إنسان شخصيتي. إنزين، هذه وجهة نظرك دكتور سعيد ورأيك في تعدد الشخصيات وكيف أن الواحد يستخدم فن الكلام. أيضا نحن كان عندنا استطلاع وخذنا في رأي الناس، خلينا نشوف رأي الناس حول هذا الاستطلاع نرجع بعده. جميل. خلكم معنا. أن الكلام لازم يوصل بصورة واضحة ومو بشرط الصوت عالي، هذه طال عمرك هذا أنا أسميه فن الكلام.
فن الكلام أخي العزيز، الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. تأثير الكلمة الطيبة على الإنسان أو على العائلة أو على المجتمع يكون تأثير طيب في النفس وعلى جميع أمور الحياة بشكل عام. العبارة أو اللفظ هي تصرف، ويأتي في باب الأسلوب والأسلوبية. اللفظ يؤثر تأثير مباشر في الطرف المقابل، ولهذا تأثيره يكون مختلف من شخص إلى آخر. وكل ما تمكننا من تحكمنا في اللفظ حسب السياق أو حسب المقام، كل ما كان يكون عنده تأثير أكثر في الطرف المباشر في الطرف المقابل. شفنا معاكم مشاهدينا ودكتور سعيد اختلفت آراء الناس حول فن الكلام، شو رأيك براءهم؟ أنا بروح دكتور قبل لا أخذ إجابتك، بروح لأحد الأشخاص اللي أعطانا أمانة شيء وايد مهم، وأمانة يمكن مرينا في يعني تحاورنا مع هذه الشخصيات بكثرة. الشخص اللي يلمح، اللي ما تقدر تحكم هذا إيجابي ولا سلبي، هو قاعد يعطيني كلام زين ولا كلام شين، هذا الأمر اللي يخليك أنت تجلس وتفكر وما تعرف يا أخي شو ترد عليه، هذا ترد عليه بالطيب ولا تخليه وما ترد عليه ولا ترد عليه بالشين. هو الشخص الغامض اللي ما نقدر نفهمه فعلا. هو شوف، لا تشغل نفسك بمن أمامك، اشغل نفسك بنفسك. ممتاز. بمعنى أن متى ما كان حوارك مع الآخر أنت تعرف شو القصد منه، كل ما انتقيت الكلام بطريقة صحيحة وكل ما وصل للآخر بطريقة صحيحة. هذا يسمونه فن الاتصال، كيف تكون اتصالك قوي مع الطرف الآخر. لما يكون هو منزعج أنا شو المفروض أسوي؟ لما يكون هو هادي أنا المفروض شو أسوي؟ لما يكون هو وسط طريقتي أنا في التعامل معاه كيف؟ هذا كله يرجع لإيش؟ لشخصيتك أنت. ممتاز. حلو. كثير من الأحيان أو كثير من الناس يبني اتصاله مع الناس على ما يسمع من الآخر. سمع ممتاز. الآخر صوته عالي هو رفع صوته. أنا كنت بطري لك هذا الموضوع، كيف نتعامل مع الناس اللي دائما لازم هي تكون صح في الجدال واللي دائما يرفعون أصواتهم في النقاش دكتور، كيف يكون التعامل أولاً معهم؟ خلونا نفهم شو يعني جدال شو يعني حوار. الجدال رأيي صح ورأيك خطأ. الجدال ما منه فايدة، ما منه فايدة. الحوار كما قال الشافعي هو إيش؟ رأيك خطأ يحتمل الصواب، ورأيي صواب يحتمل الخطأ. ممتاز. هذا حوار. لذلك كلما فهمنا هذه النقطة كل ما توصلنا إلى اتفاق. تمام. نقطة جميلة قالها أحد المشاهدين الكرام، وهي لا تفتكر لما ترفع صوتك أنك أنت الأفضل. ممتاز. بالعكس، هذا اللي يرفع صوته عنده خواء داخلي ويريد أن يثبت حقه من خلال رفع الصوت، بالتالي نفر الأشخاص من الحديث معه، بالتالي لا يمكن. نعم. أنا أصدق هذا الإنسان. صح. جميل. سامحيني عشاء، ولكن بما أنك أنت خدتي عن الفاصل من شوي فأخذ عنك هذا السؤال. طيب يعني دكتور، تسامح مع النفس. ما ينسى ما شاء الله. تسامح مع النفس. ما ينسى ما شاء الله. طيب دكتور، يعني أمر جدا مهم اليوم، بجانب الحوار بطريقته الصحيحة أيضا يدخل معاه موضوع النبرة. نعم. وملامح الوجه. يعني اليوم أنا باستطاعتي أقول لك ما شاء الله دكتور منور. نعم. ملامح الوجه والنبرة تدل على الشيء الإيجابي، ولكن أيضا ممكن أقول لك بنفس الكلمة ولكن تعطي معنى مختلف. أقول لك ما شاء الله دكتور منور. خلني أقول لك شغلة، أنا عندي قاعدة مسوينها يسمونها 4 في 4 في 4. علمنا إياها. القاعدة الأربعة الأولى في العلاقات، وأخيرا نختم فيها دكتور. أي. جميل. نعطي الأربعة الأولى اللي هي في العلاقات مع الناس، وهذه مهمة جدا تطبيقها في الاتصال مع الطرف الآخر إن أردت أن يتجاوب معك الطرف الآخر. أول حاجة عندما تلتقي بالناس ألقي السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممتاز. ولكن لا تلقيه وأنت عابس الوجه. صحيح. بروح إيجابية. وأنت إيش؟ مبتسم. ألقي السلام. صحيح. وأنت مبتسم لأنك تريد الأجر والصدقة. صحيح. من الله سبحانه وتعالى. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة أو مع رقم اثنين في المصافحة. كثير منا لما يجي صافح الناس كيف يصافحه؟ اما بالمخاشمه واما بالقبل، وان هذه عادات وتقاليد. صحيح. ليست من الاتيكيت وليست من البروتوكول. صحيح. وانما الاتيكيت والبروتوكول هو ايش؟ السلام باليد، المصافحه. صحيح. تتناثر الذنوب. جميل. هذه رقم ثلاثة. اثنين. رقم ثلاثة وهي الـ 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 السؤال عن الحال، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ أمورك طيبة؟ تشعر الآخر بأنك مهتم فيه. سريع دكتور لأن الوقت ضيق. الرابعة وهي تقدر من الآخر. جميل. أنا جدا مبسوط أني شفتك. ممتاز. نقدر نقول أن هالأربع قواعد هي رسالة ختامية قدمتها للمشاهدين، أتمنى تطبيقها من الناس إن شاء الله. إن شاء الله عاش تطبقها.
أتمنى عمري طبعها قبل. طبعا وصلنا معاك للختام دكتور سعيد بن ليث الطنيجي مدرب تنمية بشرية، شكرا لك على هذا الكلام للقواعد الجميلة، وإن شاء الله يمشون عليها مشاهدينا إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتور. شكرا لك. طبعا مشاهدينا الكثير منا يسعى دائما لتحقيق السعادة في حياته، ولكن البعض يجهل الطرق المؤدية لها، واليوم الأستاذة مودة الوزير بتعرفنا على أهم العادات الإيجابية اللي من خلالها راح نحقق السعادة، خلونا نتابعها. السلام عليكم، أنا مودة الوزير مدربة في تطوير الذات، واليوم حتكلم عن العادات الإيجابية وفوائدها في جلب السعادة في الحياة وتسهل تسهيل الأمور في, 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 في جميع مجالات في الحياة. العادات الإيجابية كيف نقدر نستخدمها؟ عادة مثلا إذا الإنسان مثل أنه أنا مثلا لما نعصب أخذ سيجارة وأولعها، أنا أنشأت أو خليت يحصل نوع من في عقلي أنه يحصل نوع من الصلة أنه لما نعصب حدخن سيجارة، بس ممكن أقرر في العقل الباطن ممكن أقول لنفسي لا، لما أعصب هشرب موية أوكي، أو لما أعصب أخرج من الغرفة أوكي. هذه طريقة أنه أجلب أغير العادات السلبية إلى الإيجابية، لأنه مثلاً في المعاملة مع الزوج أو الأطفال أو المدير أو أي أحد في حياتك، أنه لما النتيجة لما تكون أنه أنا هعصب حزعق أو نرفز، ما النتيجة ما حتكون إيجابية، بالعكس حيكون تنغيص على النفس، يحس إن الإنسان ما هو مبسوط، زعل نفسي وأزعل اللي غيري. بس إذا أنا قررت مثلا لما أعصب من جوزي ولا أعصب من ابني، لما أقرر قرار آخر مثلا إذا عصبت من ابني، إذا عادة إذا بزعق عليه أقول له أوكي حبيبي تعال خلينا نتكلم، إيش اللي مضايقك؟ ليش أنت؟ أنا زعلانة عشان كذا كذا، أنت زعلان عشان إيش؟ هذه الأشياء قررت أغير عادة في نفسي مشان النتيجة تكون إيجابية. نفس الشيء في موضوع الأكل أوكي؟ إذا أنا قررت دايماً بأكل بحب مثلاً فرايد تشيكن أو كنتاكي فرايد تشيكن أو بابايز أو شيء زي كذا، هذه عادة عندي مثلاً. إذا كنت مثلاً راجعة من شغلي أو شيء زي كذا، أحب أعدي على بابايز وأشتري لي فرايد تشيكن أوكي؟ بدل ما أسوي كذا أقرب جوا عقلي أقول لا طيب أنا مش ضروري أروح أكل هذا المكان، خليني أرجع البيت أجيب لي قطع أعمل لي مثلاً خيار وجزر وطماطم مع زيت زيتون وملح وفلفل أوكي؟ أعود نفسي خلاص يصير عادة عندي أنه أنا أسوي ذا الشيء، أغير المجرى يعني أوجه طريقة تفكيري لشيء تاني وأنفذ العادة هذه الجديدة. هذه التغيير العادات للإيجابية تساعد في الأكل، في الرياضة، في العلاقات الشخصية مع الآخرين، مع الأصحاب. مثلا إذا في مثلا صاحبتي أنا دايما بقول أيوة حقابلك، طيب أنا حقابلك، طب لازم أفكر أنا إيش يعني إيش أقدر أقول لها؟ أقول لها معليش مثلا لا تسي مها ما أقدر أقابلك دحين، ممكن نتقابل بعد فترة، لأن في كتير ناس مثلا بيحطوا كذا شيء في اليوم عندهم إنه حتقابل صاحبتها وتروح عند هذه وتروح السوق وتروح. إذا أنا حطيت عندي 7 أيام في الأسبوع، فين أقدر أحط أشوف مها أوكي؟ كم حاعطي مدة؟ 2 ساعة عادة، 2.5 ساعة، وأحط هذا في التقويم حقي، أقدر أضبط وقتي أكثر بدل ما أكدس نفسي وأعصب ويحصل يمكن في البيت يكون جوزك متضايق أو أمك متضايقة أو 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 أنت ضغطتي نفسك زيادة عن اللزوم. فالمعرفة أنه تختاري القرار الصح والعادة الصحيحة توصلك أو توصلك لأشياء أفضل في حياتك، نوع من النظام، نوع من الراحة النفسية مشان تطلع نتائج أفضل من الأول. إذن عودة لكم مشاهدينا، طبعا من بعد ما شفنا هذه الطاقة الإيجابية وهذا الأمر اللي نحن تعلمنا من الكثير، عاشة كنتي مندمجة
شو تعلمتي؟ أنا أهم ما أنا طاقة إيجابية من مودة الوزير، لكن إذا سولفت معاك الحين بتروح الطاقة الإيجابية. أهم ما تعلمتي يعني. أن شوف كل إنسان في حياته أمور بسيطة تحقق له السعادة، فعليه أنه يدور على هالأشياء اللي تجيب له السعادة. مشاهدينا اختصرها على عمر، فاصل ونواصل، خلكم معنا. حياكم. إذا عودة لكم مشاهدينا من جديد، ومستمرين معاكم اليوم في مشوارنا من حديث المساء. طبعا اليوم الجمال لا زال قائم في مشوارنا المسائي، وبالأخص لما يكون في تقرير من إعدادي وتقديمي. اليوم طبعا توجهت إلى إحدى المناطق الجميلة السياحية. نعم. الجميلة السياحية واللي دائما تترين الزلة، ولكن اليوم طبعا من خلال هذا المكان تجولنا في طبعا منطقه جميله فيها الخضار، بالمساحه الخضراء، فيها الالعاب، فيها عمر. انا من مره قلت لك الواحد يوم بيروح تقرير ما يمدح التقرير اللي هو ساير لنا. بالغت انا؟ هي وايد صراحه. نطلع التقرير وعقب لنا عوده. أسعد الله مساكم مشاهدينا، وحياكم الله معنا في وجهة سياحية جديدة. واليوم كالعادة ننطلق من مدينة كلباء، وتحديدا من حديقة سيلة. خلونا نتعرف على هذا المكان بنظرة أقرب، حياكم الله. يعتبر مشروع حديقة سهيلة حلقة من سلسلة حلقات المشاريع التطويرية التي جاءت ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، في إطار تلبية احتياجات سكان مدينة كلباء وتوفير كل الاحتياجات لهم ضمن الخطة التنموية القادمة، وتزامناً مع انضمام إمارة الشارقة مدينة مراعية للسن. تتميز حديقة سهيلة بمساحات خضراء وأشجار ونخيل، واللي تستقبل زوارها بالفترتين المسائية والصباحية، واللي تخدم من خلالها جميع فئات المجتمع بقضاء أجمل الأوقات بنزهة في هذه الحديقة، مع توفير الكثير من الخدمات للترفيه والمتعة أو حتى الاسترخاء على مساحاتها الخضراء النظيفة. ولين هني مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهاية مشوارنا السياحي من مدينة كلباء. انتظرونا الأسبوع القادم بوجهة سياحية جديدة مع زميلتي عاشة. مع السلامة. إذن مشاهدينا مثل ما تعرفنا معاكم على حديقة سهيلة، طبعا ما له داعي أتكلم لأن التقرير يتحدث عن نفسه بالجمال وبالتألق وبالإبداع أيضا. نعم، تقرير حلو بس مبدع متألق مثل ما قلت. أنا وبعد في النهاية قلت بأن إن شاء الله الأسبوع القادم راح تودينا مكان ثاني. زين، شوف المكان اللي بوديك يعني فين الخير يعني. بوديكم مشاهدينا مع عمر، لكن ما شاء الله الحديقة كانت حديقة حلوة عمر. طبعا وأتوقع أن هي حديقة مناسبة للأطفال وللنساء، يقدرون أنهم يمارسون فيها الكثير من الأنشطة. صحيح. غير هذا في ممشى أيضا في الحديقة يا عمر.
وشو بعد شفت في ممشى طوله تقريبا 450 متر وبعرض 3 امتار. ما شاء الله، يعني اتوقع انه مكان حلو ان الواحد يمارس فيه رياضه المشي. صحيح. انت وين راح تودينا الوجهه السياحيه وانت اجازه عاشه؟ تعال والله صح. ما علي، بوصي المذيع اللي بدكم مكاني على المكان اللي في خاطري بخليه توديكم. اكيد ان شاء الله. راح نشوف وجهه جديده في كلبه ولا في خرفكان ولا في وين؟ والله بفكر عمر. بتفكر؟ طيب، طبعا من بعد ما شفنا معاكم هذا التقرير طبعا ننتقل معاكم الى فقراتنا التاليه والمتبقيه. عاشه، وين راح ننتقل؟ الحين وصلنا مع المشاهدين للفقره اللي بنعرف فيها اهم الاشياء الحاصله في شهر ديسمبر والخاصه باماره الشارقه والمنطقه الشرقيه واللي يتم تزويدنا بها عن طريق هيئه الشارقه للوثائق والارشيف. اول خبر او اول حدث في ديسمبر عام 1996 هو افتتاح حصن كلباء الذي حضر ابرز الشخصيات الهامه، وايضا ظهرت الفرحة على الوجوه بهذا الإنجاز اللي يحفظ لهم تراث الأجداد ويذكرهم أيضا بالماضي. مثل ما نشوف مع المشاهدين، هذا هو الحصن الشامخ وما يحتويه من فن التخطيط والبناء والعناصر الدفاعية. صحيح. وأيضا في ديسمبر عام 2007 انطلقت الدورة 26 في ديسمبر عام 2007، وقد شارك في فعاليات هذه الدورة أكثر من 707 دورة أو دور نشر عربية وأجنبية من 55 دولة، وإلى جانب 130 دار نشر جديدة بينها 119 دار نشر عربية و11 دار نشر أجنبية، وتم تكريم الشيخ بدور بن سلطان القاسمي بجائزة الشخصية الثقافية والاجتماعية بنفس هذا العام. وأيضا من الأحداث اللي حصلت في ديسمبر في عام 2012 افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة في ديسمبر 2012 جزيرة العلم في مدينة الشارقة، حيث قام سموه برفع علم دولة الإمارات على السارية التي تعد سابع أعلى الساريات في العالم بارتفاع 123 متر. طبعا هذه اهم الاحداث اللي طبعا حصلت في شهر ديسمبر، واكيد اليوم نحن لما نشوف هذه الاحداث ونواكبها ونرجع نتذكرها من اول وجديد، هذا يعطينا الدافع بان نحن نحقق مثل ما حققوا الاوليين واللي سبقونا بهذه الانجازات، وبالتاكيد نطمح بان نكون الافضل دائما. اكيد يا عمر. بعد ما عرفنا المشاهدين باهم وابرز الاحداث الحاصله في ديسمبر في اماره الشارقه والمنطقه الشرقيه، نكون نحن وصلنا المشاهدين مع مشاهدينا لختام الحلقه. صحيح. طبعا في الختام اكيد دائما ما نتمنى بان نحن نكون وفقنا في طرحنا لمواضيعنا وعناويننا، ونتمنى بان الحلقه نالت وحظيت على اعجابكم ورضاكم. قبل الحلقه أكيد عندك تعليق راح تقولينه عاشة. هي يا عمر، حابة أقدم نصيحة للمشاهدين. مشاهدين، عندي لكم نصيحة بتفيدكم في حياتكم. كن أنت التغيير الذي تريده في العالم، لا تجعل آراء الآخرين تؤثر على مبادئك. كن أنت ولا تصبح ظلا للآخرين. اجعل آرائك وأفكارك تعبر عنك، تمسك بها فلم يعد العالم كما كان. واصل التقدم رغم التحديات التي قد تواجهك، فأنت تعبر عن ذاتك. نشوفكم في حلقة جديدة مشاهدينا، ومع السلامة. حياكم الله. ترى التوفيق لها سبب، تحرك لا ودق الباب، تشوف بعينك التغيير، يلا قوم كفاية نوم، يلا